أنا وزوجتي في مطار في لندن يوم من الأيام وطلعين نتسوق. المهم دخلنا محل ماركات، الكلام هذا قديم، ودخلنا وما كان عندي إلا بنت الله يصلحها اسمها شوق. الآن هذه شوق ما شاء الله أصبحت كبيرة جدا ومتزوجة. المهم إن دخلنا المحل وكانت بالعربة، ونقت زوجتي بعض الأغراض وشرت شنطة، وجينا نحاسب وحاسبنا وخلصنا. طلعنا من المحل، رن تعرفون أنتم في أجهزة توضع من قديم عندهم، فجرس الإنذار أعطى إنذار، فالولد والبنت اللي حسبونا يقولون لا يعني مشوا ما عليكم شيء. قلنا خلاص طلعنا كملنا التسوق ورحنا للبيت. بعد ما رحنا البيت أخذت زوجتي الشنطة تفتش فيها، لقيتها مليانة إكسسوارات وكل إكسسوار عليه السعر. قالت شوفوا شو حصلت. أنا قلت والله ما أعرف، هو دق الجرس وقالوا لنا مشوا، فشكلهم هم عارفين يعني بس إنه خربان ولا متعطل ولا شيء. قالت لي لا، ذولي عليهم أسعار، شكل فينا واحد ناوي يسرق ووضعهم في الشنطة، لكن كانت نصيبنا. فبالتالي عموما أيا كانت أنا أقول لازم نسأل، نرجع لهم ونبلغهم. قلت تدرين أنا بلغ المجموعة العربية اللي عندنا وسألهم، في عندنا بعض المشايخ وطلبة العلم، فسألت الرئيس اللي هو يعني المفترض يكون هو القدوة، قلت له حصل كذا وكذا وكذا، طالع فيني. قال أنت في بلد كفار، وهذا من الفي اللي أفاء الله عليك أنت وزوجتك. أي والله أنا طبعا ما أعرف كيف أجاوب، وكنت صغير وقتها يعني في العشرين. فرجعت لزوجتي وخبرتها، قالت أنا ما لي دخل لا فيك ولا في شيخك، إذا أنت مؤمن فيه أقول لك أنا ما رايح أخذ هذه الأشياء لحد ما نسألهم ونتأكد. قلت خلاص نروح نسأل. فرحنا ودخلنا المحل وقلنا لهم القصة، قالوا إيه عارفينكم حنا. قلنا هذا ما وجدناه وما حصلناه. تعجب الولد والبنت، قالوا عندكم وقت 5 دقائق نطلع للإدارة نسألهم ونعلمكم. قلت نعم ما عندنا مشكلة، خذوا وقتكم. راحوا سألوا الإدارة 5 دقائق أو أقل، رجعوا قالوا الإدارة يقولون هذه الأشياء هي هدية لهم لصدقهم، لكن إحنا نحب نعرف هم جنسيتهم ودينهم، إيش اللي خلاهم يتربون على هذا الشيء ويجون. فقلنا لهم إحنا من المملكة العربية السعودية وإحنا مسلمين، وديننا فعلا يأمرنا أن نحفظ الأمانات وأن ما نأخذ شيء ليس لنا أو إلى آخره. فبلا شك لما يكون الإنسان عنده مثل هذا الوعي، ويكون رسول لما يسافر للدول ليست مسلمة ويتمتع بهذه الأخلاق، لأنه إحنا نقول اليوم أخلاقك عنوانك، لا تقول لي من أنت، خلني أشوف أنا كيف أخلاقك وتعاملك مع الناس. أنت فعلا تتعامل بطريقة يعني صحيحة وسليمة وتطبق هذا التعامل، إذن رايح ينكشف لي دينك عن طريق تلك الأخلاق.